اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من نواحي المهديه، معنا هذه الام نواحي من المهديه عفوا من نواحي القنيطره. معنا هذه الام اللي كتعيش واحد الازمه مع الوليدات ديالها اللي عندها اربعه الوليدات، والراجل ديالها اللي خدام خدمه ديال كما كنقولوا طالما شو نهار يخدم ونهار لا. غادي نسمعوا هذه القصه مع هذه السيده هذه، وجمعه مباركه لجميع المتابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب. غنسمعوا القصه مع الام اللي عندها معاناه مع الوليدات ديالها. مرحبا بك اللي معنا في هذا البث المباشر، وايضا مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا، انك تستحق هذه السيده انها تبارطاجها لها وانها تعاونوها الناس. مره اخرى مرحبا بك لله، عاود لنا القصه ديالك مع المعاناه ديالك مع الحياه ديالك مع الوليدات اربعه ديال الدراري والراجل ديالك كيف ما قلت لنا السابق انه ما خدامش. مرحبا بك مره اخرى وهكا تفضل لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا واحد السيدة كاريوم كتفاش باش نخلص الفكرة، ومرة ناكل مرة مبقاش باش ناكل باش ندير بها الوليدات، ومرة انا كنمشي عنفعة بحال اليوم الجمعة كنمشي عنفعة. لا حول ولا قوة الا بالله، كنم ما نديرش ما نفرحش بك بنفس الفريدة مرة. واش نقول لكم وتعرفوا من كل بلاصه وبلاصه كنتمنى منكم، ونزيد من خارج المغرب ونزيد من داخل المغرب يعاونوني كل الراس، والله يكثر خيركم والله يطول العمر ديالكم. كون تشوفوا الحالة ديالي كيفاش دايرة من خاطركم كتشوفوا فيك راه عندي هاد الوليدات لا حول ولا قوة إلا بالله، هما ينطلقوا ليا راجلي ما عنديش باش نهز دم هنا البيت. تيقول لي انا ما خرجتش غنجيبو لك البوليس، وجابوا لي البوليس، ومن جابوا لي البوليس قالوا لي البوليس قالوا لي ما يمكنش لنا باش نخرجوك، حنا ما يمكنش لنا نخرج المواطن ونقبصو على دار الاخير تاعي. ودابا لما سعيتش وما ما دردبتش ما نبقاش الراجل مرة خدام ما خدامش، عشت فيه قهرب ما تلقاش باش نكون معاه بزاف. تشد سعيد قلت انا ندير هاد نشوف هاد الجمعيه هادي هادي ماشي جمعيه، حنا الصحافه ديال الصحافه هادي نشوف تيفي. نعم شو تيفي وتقبلت تقبلوني الله يكثر خيرهم والله يطول عمرهم، ومن ما عيطت لهم تقبلوني وجاو عندي الله مرحبا. هذا واجب لله، وحنا الحمد لله كنوصلوا جميع الرسائل للناس للشعب، وهذا واجب علينا لله. شريفه عندك قلتي اربعه الوليدات ياك لاله، الوليدات الصغار عندك، اكبر سنان هو 16 سنه كيف ما قلتي لي، راجل ديالك خدام كيف ما قلتي طالع معاش، وانت نعم تي كان مره كتخدمي جفاف عند الناس، مره تمشي على الجفاف مره خدامه مره خدامه. كنت خدامه قبل كورونا دابا ما بقيتش كيما كانت. نعم. الناس ولاو لا حول ولا قوة إلا بالله كيخافوا من المرض. نعم. دابا كنطلب من شحال منتي دابا معاناة دابا هاد المعاناة ديالك شحال منتي دابا كتعاني منها؟ واش من بدات كورونا أو قبل كورونا ولتي كتعاني؟ لا حتى جات كورونا عاد وليتي عاد مؤخرا وليتي كتقلي كانت الأمور ديالكم شوية مزيانة؟ كانت قبل شحال هادي كانت مزيانة، كانت واكلة شاربة كانت خدامة ما خدمتش حاجة. دابا من جات كورونا ما بقيتش كيما كنت. نعم. ما حسيت بزاف ما بقيتش كيما كنت، ما بقيتش خدامه، ما بقيتش بزاف الحوايج. نعم الله يرحم بها الوالدين والله يكثر خيركم، واللي هو بقيت فيه واللي هو حس بيا وخرج المغرب ودخل المغرب يشوف بيا الله يسهل عليكم والله الله يخليك. وليت كيقرا وما كيقراوش؟ كيقراو. نعم لا كيقراو كيقراو ولا لا؟ الصغيورين شحال قسم كيقرا ولا لا؟ هذا سقط عامين وهذا عنده الرابع. واحد عنده واحد ما كيقراش؟ واحد بجوج كيقرا. بجوج ما كيقراو ولا الاخر اللي عنده 16 سنه؟ لا ما بقاش كيقرا. لا ما يهبط على المرصى. نعم لا؟ يهبط على المرصى. مره مره كيهبط المرصى. يهبط المرصى يجيب لي هذيك هذيك الفريه اللي عاوني لي ولا 100 درهم. في عمره 16 سنه؟ اه. نعم. ما كاينش هذيك الخطبه ومن تيكون دابا الحرب من داير تتكون ما كاينش الخطبه. نعم كيكون الجو مغيم وهذه ما كتكونش ما تيكون ما كاينش خدمه يدوز يدوز. نعم والله يكمل. شنو دابا حنا معنا 1700 شخص دابا لحد الان معنا 1700 شخص، شنو الرساله ديالك للمغاربه ديالنا؟ وباش بشحال الكاريه لاله بعدا بشحال الكاريه؟ كاريه 16
نعم بغيت خوتي يعاونوني اللي هم خارج المغرب واللي هم داخل المغرب يعاونوني ويشوفوا فيا. الله يرحم بيه الوالدين. 16 ريال كريال لا، شحال دابا المجموعة عليك كريال؟ مجموعة عليا 48 ألف ريال. 48 ألف ريال؟ 48 تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور؟ 4 شهور. 4 شهور باش ندير مجموعة جايني تقريبا جايني شي 60 ألف ريال. نعم جي شي 60 ألف ريال تيقول لي ما خرجتش غندخلو غنغيرو الحوايج في الدار. نعم قلت له قهرتي راه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا مقهور أنا من عندي هاد البيت مقسوم على جوج. هذاك الشيء اللي كنشوفو بأن عندك هاد البيت هذا. هاد البيت هذا هو مقسوم على جوج. أنا هنا بيت هنايا وهنايا هاد المكان هذا. هنا عندك الكوزينة. هادي كوزوتك. نعم نعم هادي الكوزينة عندك هنايا. هادي الكوزينة هنايا. نعم وهادي الطواليت. هادي الطواليت. نعم هذا هو المكان اللي عندك اللي انت عايشة فيه هكا. هذا هو البلاصة. انتوما أربعة ديال أربعة ديال الوليدات و أربعة ديال الولاد والراجل ورا. نعم. وهادي هي الجهة في الجنة عسل ولادي. هذه الجهة البيت اللي فيه الوليدات، لأن الوليدات الصغار ما يمكنناش ندخل عليهم تما بيت واحد، ما يمكنناش ندخلوا عندهم، تفضل على لاباسي. نعم. واخا لالا كيف ما تبعتوا معنا متابعين الافاضل هذه الام اللي كتعاني مع اربعه الوليدات كتقول ان محتاجه ان الناس تساعدوني سواء داخل المغرب او خارج المغرب او جمعيات او اللي يقدر يساعدني فالرقم ديالها هو كاين في الصندوق الوصف وغادي نقول لكم الرقم ديالها مره اخرى اللي هو 06 اخرى 60 23 64. اعيد الرقم 06 06 60 23 64. والله ما يدعو أجر المحسنين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء وكنتمنى لكم أنكم تتفرجوا على قناة وصلوا قلوب رحيمة. شكرا مرة أخرى ومرحبا بكم. مرحبا لله الواجب علينا لله.